بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتورة منى محمد عبد الرحمن، مدرس طب مواد حرة وجهاز هضمي وكبد. هنتكلم النهاردة عن كيس سيناريو الحالة الجوندس. طبعا كيس سيناريو من الحاجات المهمة اللي لازم نتدرب عليها، لأن آخر امتحان آخر السنة ممكن يجيلنا الحالة اللونج، تجيلنا ريتم، هنبقى عارفين ازاي نجاوبها. في نفس الوقت برضه احنا بنتكلم في الكيس سيناريو، هنتكلم على البوينتس اللي احنا ممكن تقابلنا في الهيستوري تيكينج وفي الاكزامينشن، وازاي في الديسكشن بتاعت الحالات، لان انتوا برضه ممكن تمتحنوا حاله لونج، محدش عارف على بيشك، محدش عارف في الظروف الامتحان بتاعكم هيبقى نظام ايه، فلازم تكونوا مستعدين للنظامين بتوع الامتحان. الحاجه التانيه برضه، انا افضل ان قبل ما تبداوا تسمعوا معايا الكيس سيناريو دي بتاعت الجوندس، تسمعهم وشرح موضوع الجوندس. انا برضه كنت شرحها من فتره ورفعها لكم، لان ده هيساعدكم يعني ايه تتدربوا ازاي تفكروا في حل الجوندس. اول حاله معانا كيس 16 years old man presented with jaundice 10 pound weight loss intermittent nausea and decreased appetite over the last month. هنتكلم عن، ممكن نيجي نسأل في نص سؤال، يعني أثناء أنت ما بتقول discussion أو إحنا بنحط كيس سيناريو، ممكن نجيبها كيس سيناريو كاملة وبعد كده نسأل، أو ممكن في النص نحط سؤال. وطبعا إحنا بنحاول نحط أسئلة برضو بعيدة عن الكيس شوية، علشان خاطر اللي ما يعرفش الكيس ما تقدرش منه درجات كتير، بس إحنا طبعا نتمنى يعني إن الكيس تبقى سهلة وكل الناس تجيب كل الأسئلة عليها. ممكن نسأل إيه mention three causes for marked weight loss، إيه الحاجات اللي ممكن تعمل weight loss دي يعني بصفة عامة، مش لازم في البيشن ده. نفكر في ايه ممكن، ايه اللي يعمل ويت لوس؟ جمعنا حاجة في دماغنا ايه اللي ممكن يعمل ويت لوس؟ طبعا ماركت ويت لوس، نفكر في ال ايه، كرونيك ديبليتيتنج ديزيز زي الليفر سيروزس، كرونيك كيدني ديزيز، دايبيتس ميليتس، حاجات دي تعمل ماركت ويت لوس. دول ممكن نحطهم لو دول ثلاثة تحت ايتم واحد، يعني ممكن لو حطيت دايبيتس كورن كينر فيلر ليفر سيروز يعتبروا ايه 3 درجات، او لو هتحطهم ايتم وهيكون في ديبليتيدنج ديزيز دول هيبقوا درجة واحدة. خلي بالك يعني تقسيمة طريقة الإجابة بتبقى عاملة ازاي، دي يبقى لو حطيناها كورن ديبليتيدنج ديزيز دي حاجة، ماليجنسي بصفة عامة دي حاجة تانية، تعمل ماركت ويت لوس، كورنيك انفكشن زي التبي والماليجنسي. لو حطيت ايتم برود كرونيك انفكشن وتبيو مالجنس مع بعض، تبيو اتش اي في مثلا، دول خد بالك يعني انت ترتيب الايتم مهم، يعني انت ممكن ايه اخليهم انا ثلاثة اللي هو ايه، ثلاثة مالجنسي ويت لوس مالجنسي كرونيك ديبليتيتنج ديزيز كرونيك انفكشن، دول على كده ثلاثة. ممكن اخليهم اكتر ازاي، ان انا الكرونيك ديبليتيتنج ديزيز دول ثلاثة زي ما قلنا، مثلا المالجنس ممكن اكتب كانسر كولون، كانسر هيدو بنكرياس، كانسر اوسوفيجاس، كل كانسر تفتكر مالجنس دول ممكن ايه تكتب حاجه حاجه، بس طبعا مش للدرجه دي، يعني هما الكانسر يعتبروا ايه كلهم كانسر، يعني لو كتبت ده كانسر كذا كذا ممكن ما تاخدش الدرجه كامله، مش زي لو كتبت دايبيتس كرونيك كلينر ديزيز رينال فيلر ريفر سيروز مثلا. ايه التاني، تي بي اتش اي في، الحاجات دي كلها تعمل ماركت ويت لوس. تمام، يعني انت ممكن تكتبها كذا طريقة، كل الطرق ايه المهم تاخد الدرجة بتاعتك كاملة. العين ايه بقى، نرجع للهيستوري، العين ده ما عندوش هيستوري في اي ابدونال بين، زي ما بقول في ساعات بيبقى حاجات اسمها جود نيجاتيف ساين، يعني العين ده ما عندوش ابدونال بين، دي حاجة مهمة جدا هتكلم عنها بعد شوية. العيان ده نوتس ايه بقى في الهيستوري، ان هو his stool have become lighter in color and his urine has become tea colored. طب احنا استفدنا ايه من المعلومة دي؟ How is this previous sentence help you in your professional diagnosis؟ عيان احنا دلوقتي عيان عندنا جوندس ومعاه ويت لوس، دول اهم حاجتين لغايه دلوقتي، معهوش ابدونال بين، اربع نقط معانا، ثلاثه عيان جوندس ويت لوس ومعهوش ابدونال بين، ايه الستور بقى بتاعه مال بقى، ده مهم جدا. ليه مهمه جدا السنتنس دي؟ هتقول لي ايه الكريتيريا بتاعت الجوندس ده، مش ايه باكتيريا ولا كوليستاتيك ولا هيموليتيك. ايه رأيكم؟
طبعا ده يمشي ايه كوليستاتيك. يبقى احنا عرفنا ان العيان ده من الهيستوري، يبقى عرفنا العيان ده كوليستاتيك جوندس ومعاه ويت لوس ومعهوش ابدومينال بين. دي معلومات مهمة عشان ايه تساعدنا بعد كده في البروفيشنال دايجنوستيك. في الهيستوري بتاع العيان ده فيه هايبرتنشن وهايبرليبيديميا ودايبيتس، وبياخد تريتمنت هايبرتنشن ايه والهايبرليبيديميا والدايبيتس. مفيش باست هيستوري في سيرجيكال هيستوري خالص. هاو السؤال بقى هنا، ازاي الباست ميديكال هيستوري هيفيدنا في ايه في حالة زي دي في عيان جوندس الويت لوس؟ إيه العيان ده لو كان فيه باست سيرجيكال هيستوري كان هيبقى في البيلياري دي، الباست سيرجيكال هيستوري في البيلياري اريا، ممكن كنت افكر ان العيان ده دخل في بيلياري اتريزيا ماشي بوست سيرجيكال او بيلياري ستريكشر. العيان ده لو كان في باست هيستوري قبل كده في ستون جول بلادر ممكن افكر في اوبستراكتيف جوندس، يعني افكر في جول اوبستراكتيف جوندس دي تو كومن بايل دكت اوبستراكشن. هل العيان ده كان ريكورنت جوندس في هيستوري قبل كده جوندس قبل كده هفكر ان الموضوع ده ريكورنت. يبقى الباست هيستوري بصفة عامة مهم بالنسبة لي. His blood pressure, cholesterol, diabetes are under good control. He drank 3 beer each day and smoked half a pack of cigarette per day. طبعا ال day habit دي مهم احطها في consideration، ممكن تديني فكرة انا وبعد كده في provisional diagnosis بتاعي. طيب العين ده في الهيستوري بتاعه احنا لقينا ايه زي ما قلنا فيه جوندس وكوليستاتيك جوندس ويت لوس مفيش ابدومينال بين. العيان ده الكول سيجار سموكينج، دي الحاجات اللي بتصف معانا في الداتا. طيب انا في العيان ده في الاكزامينشن هشوف ايه، هدور على ايه؟ ممكن ندور على ايه فورم بورتال ساين مثلا احنا بنقول، عشان ما ننساش لو اي سؤال دايما بيسالني السؤال ده عندي هدور على افتكر ان اسم جنرال ولوكال. اللوكال بتاعنا طبعا بيبقى الابدو من احنا في التروبيكا، الجنرال عيان جوندس عيان في جوندس ما تكتبليش هدور على الجوندس، ما انا قايله لك ان في جوندس، انت ممكن تكتب لي اشوف الديجري اوف جوندس ساعتها تاخد عليها درجه، لكن لو قلت لي اشوف الجوندس بس مش تاخد عليها درجه. يبقى نشوف الجوندس العيان ده ايه اخباره، نشوف هل في فعلا مصر ويستنج ولا لا. دي تاني حاجه، العيان ده اشوف فيه لينفيدونود ولا لا، مش في مشكله معاه برضو لينفيدونود بس ده في الجنرال، اشوف فيه فلابين تريمور ولا لا، سبايدر نيفايل ولا لمب اديما، حاجات الحاجات دي لو كتبتوها في الجنرال كله ده كل حاجه هيتاخد عليها درجات طبعا. هي حاجات في حاجات مش امبورتنت طبعا، امبورتنت اكتر المصل ويستنج والديجري بتاعت الجوندس واللينفيدونود بس الباقيين لو كتبتهم مش هنقدر اقول لك عليهم غلط يعني. طب واللوكال اكزامينشن مهم، يعني ما ينفعش اشوف اللوكال اكزامينشن اشوف العين ده في ليفر في ابدومينال ماسز هل في اسايتس، يبقى الحاجات دي برضه ادور عليها في اللوكال. غالبا هي الاسطمبة دي بتتكتب في معظم الحاجات بتاعتنا، يعني هتشوف الجنرال في كذا وفي اللوكال كذا غالبا يعني، بس ايه طبعا تبقى ديفرنشيت على حسب الحالة، بتختلف على حسب الحالة بس غالبا هتلاقيهم مقسمهم كده حطوها على الحاجات دي يعني. طيب في الحالة دي ايه your provisional diagnosis؟ طبعا عشان اوصل ل provisional diagnosis غالبا بيطلب مني اوصل ل diagnosis واحد، فانا لازم ارتبهم في دماغي. يعني ده old age جاي لي بيلز، خلي بالكم بيلز obstructive jaundice او مفيش معاه اي manifestation تاني، ممكن افكر في ايه؟ يبقى هبص اجي كده في دماغي اشوف الحاجات بتاعت الاوبستراكتيف جوندس. الاوبستراكتيف جوندس ده ممكن يبقى ميديكال، الكوليستيز ده ممكن يبقى ميديكال يعني حاجه سيرجيكال او ميديكال. السيرجيكال ده ممكن يكون ايه، ممكن يكون كومبايل دكت اوبستراكشن بجول ستون بليمف نود بكانسر هيد اوف بنكرياس او اي كانسر ماشي، وممكن يكون ايه ميديكال. الميديكال زي ما قول ايه هنقولهم حتى في سؤال عن الميديكال هنقولهم بعدين، زي الفار هيباتايتس مثلا. طب العيان ده يمشي اي نوع فيهم،
يعني ادينا قلنا ممكن يكون كذا وكذا وكذا. طب هيطلع مين فيهم؟ ينفع يطلع مثلا كالكولار كومبال دكت اوبستراكشن، كالكولار اوبستراكشن، كالكولار اوبستراكتيف جوندس، هو عيان اوبستراكتيف جوندس، هل ينفع يكون كالكولار؟ ايه الويز وايه الاجينست؟ الويز ان جاي العيان، العيان جاي لنا بوليستيز، ممكن يكون كالكولار اوبستراكتيف جوندس، دي الويز. الاجينست ما ينفعش، ليه ما ينفعش يكون العيان ده كده؟ لان كاكرو عيان كاكرو بصرف الميل دي عادة بيبقى في اليونج ايج، السكس اكتر بيبقى في ميل اكتر، بس ممكن يبقى ميل بس احنا بنقول اكتر ايه. المهم ان هو برضو بيجي معاه بين ابدومينال بين، بيبقى رايت ابر كوادرنت ابدومينال بين كوليكي، وبيزيد اكتر فاتي ميل، وبيبقى ريفيرد للابر شولدر. الحاجات دي كلها مش موجودة، فده يخلينا نستبعد ايه كاكرو بصرف جوندس. طب ممكن يكون ايه مالجنسي، وبالذات كانسر هيد اوف بنكرياس، ده من الحاجات اللي هي بتبقى بيلس وفي اولد ايج وعيان برضو الكحوليك. الحاجات دي كلها ايه ماشيه مع العيان اللي هو ايه المالجنت كانسر هيد اوف بنكرياس، ممكن وارد جدا. طب العيان ده ممكن يكون مالجنت ليفر، في ميتاستاسيس او برايمري ليفر كانسر، وارد، وممكن يبقى جايب بيلس، فوارد تكون دي برضو. طب العيان ده ممكن يكون فيروس هيباتيتس، فيروس هيباتيتس ممكن يجيب كوليستيزيس، بس صعب ان هو يجيب يبقى بيلس. لو لا هو بيبقى اكيد معاه بين ابر كوادر ابدونال بين، بيبقى ماشي، بيبقى معاه نوزيا فومتنج، بيبقى معاه فيفر، فاي ممكن يستبعده. يبقى احنا حطينا كيس ديفرنشال دياجنوز، استبعد من كذا واحد، فلقينا اكتر واحد ينفع معانا الايه المالجنس في السن او الايج ده. يبقى انا هكتب ايه؟ انا لو فكرت بفكر معاكم، بكتب في الاخر ايه obstructive jaundice mostly malignant. لو حد حب يزود يقول مو maybe primary liver malignancy، secondary liver malignancy، او cancer head. وطبعا الكم بصراحه cancer head، يعني نقولها ايه obstructive jaundice mostly malignant mostly cancer head of pancreas، هو ده اللي بيجينا بالبرزنتيشن. تمام. تمام. في سؤال تاني بيقول لك how to use one non invasive test to differentiate between three type of jaundice. ده سؤال مهم، وبتسيبه في الشفا وممكن تسيبه برضه في الجنجال. ايه هو ايه ده ال one non invasive test مقصود بيه؟ خلي بالكم احنا طالبين تيست واحد يكون non invasive، يعني ايه؟ ما فيهوش شك، العيان ما بيتشكش، ما بيتاخدش منه بلاد. يبقى احنا نقصد مين؟ نقصد في حالات الجوندس نقصد اليورين، لان اليورين هيساعدنا خالص نعرف ايه الطيب بتاع الجوندس. ليه بقى؟ لان يعني العيان لو اوبستراكتيف لو كوليستاتيف جونس هيطلع ايه اللي زايد فيه؟ حد يقول لي اللي هيطلع زايد؟ الدايت بالروبن. لو العيان هيموليتيك ايه اللي هيطلع زايد؟ اليوروبايلينوجين. لو العيان هيبات سيلور هيبقى الاثنين موجودين في اليورين، يبقى ساعتها انا ايه اليورين ساعدني ان انا اشخص الديفرنت تايب من غير ما اعمل اي ما اخد بلاد من البيشنت. طيب السؤال هنا بيقول لك mention، السؤال اللي بعده mention investigation needed to diagnose this cases، الحالة دي هتحقق ال investigation. طبعا ده لا الأفضل لما يطلب مننا investigation نقسمها لإيه؟ اللاب و imaging. اللاب طبعا في عيان زي كده أشوف الجوندست، أو طبعا أعمل التوتال بالروبن أشوفه، نتأكد إذا كان أشوف الليفل بتاعه، نتأكد ال differential إيه، conjugate أخبارهم، أو الدايركت والإندايركت إيه أخبارهم. اشوف الاكلاين فوسفاتيز، واشوف الجامع والكمال ترانسبيبتيديز، دي بالنسبه للكريستيز. هعمل ليفر فانكشن، اشوف الاي ال تي والاس تي والالبومين والبروبين والبروبين تايم، دول الايه اللاب اللي هو اول حاجه هنعمله. ممكن برضه من الحاجات نحطها السي بي سي، برضه لازم نعمل في اي اف عيان يونس لو يكون فيهم ليسيز برضه معاهم. تاني حاجة مهمة الايمجينج، أول حاجة هعملها قبل ما اتصاوند أشوف العيان ده فيه بوستراكشن ولا لأ، أشوف الليفر أيه أخباره، فيه كومبايل دكت بوستراكشن ولا لأ، فيه أي ماس ظاهرة في السونار في الليفر أو في البنكرياس، فيه فلويد اللي هو أسيتس في الأبدن ولا لأ، هو أيه السونار مهم، دي أول حاجة ممكن أعمل قبل ما اتصاوند. أيه أعمل أيه تاني؟ ممكن أعمل حاجة اسمها ام ار سي بي اللي هي ماجنتيك ريزونانس كولانجيو بانكيروتوجرافي، دي أشعة بنعملها على الكومبايل دوك على البيلر سيستم والبيلر بنكياتك سيستم، بيبين لنا لو في ايه ده ليتيشن، لو في ماس، لو في اوبستراكشن بيبان فيها، ودي دياجنوستيك بس. في حاجة تانية اسمها اي ار سي بي اللي هي اندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكياتوجرافي، برضه نكتبها، هي دياجنوستيك، ميزتها ان هي دياجنوستيك ثيرابيوتيك.
ده الناس بتقول لنا لو في ماس بنلاقي في ماس، لو في ستون برضو بنشوفها. وبعد كده ممكن نشيل الستون بحاجة اسمها دورما باسكت، او نشيل ناخد بيبس من الماس، او نركب ساعات لو الماس كبيرة ومش هتنفع سيرج بركب ستنت عشان الجوندس ده يحصل ريليز بالروبن يطلع. فده الـ ERCP طبعا ضرورة في عينين الكوليستاتيك جوندس او الابستراكتيف جوندس بالذات يعني. تمام. الحاجة المهمة اللي بنسأل عليها تاني المنشن كوزز اوف ميديكال كوليستيزيس، ده سؤال مهم جدا سواء برضه في شفا او كلينيكال. ايه الحاجات اللي بتعمل ميديكال كوليستيزيس؟ ميديكال يعني حاجة تتعالج ميديكال مش محتاج سيرجي، زي الفيرال هيباتيتس. كل انواع الفيرال هيباتيتس ممكن تعمل كوليستيزيس، بس اهم حاجة الايه والاي دول كومن بيجي بالطريقة دي. وفي الاكيوت الكحوليك هيباتيتس، في المايكرو نودولار ليفر سيروسز، في البريجنانسي ساعات بيبقى معاه كوليستيزيس في البريجنانسي، في الدراج زي كونتراسبتيف بيل والهايبوجلايسيميك والانسولين دراج، وفي انتبيوتيك زي الامكسولين كلافيولينيك اسيد، الحاجات دي برضه بتعمل ميديكال كوليستيزيس. في ديزيز زي ايه البرايمري سيروسز والايه والسكلروز البرونجايت، الحاجات دي لازم نبقى عارفينها وبنسأل فيها. تمام. كيس 2 دي ايه بقى؟ برضه حالة جوندس بس جايب برزنتيشن مختلف. البيشنت ده جاي لنا هو 60 years old male presented to our patient clinic by low grade fever general malaise في abdominal enlargement and generalized itching of 6 months duration. الباث هيستوري بتاعه كان فيه موتور كار اكسيدنت فولود باي اورثوبيديك اوبريشن من 25 سنة. اول حاجة اللي ممكن نسألها العيان اللي جايب جنرال اتشنج ده ايه سبب الاتشنج؟ انيوميليت النون درماتولوجيكال كوز في اتشنج، محدش يقول لي سكيبس ولا كذا ولا كذا، انا عايز حاجه نون درماتولوجيكال. زي طبعا لما حد هيباتولوجي يسال كده يبقى لازم نقوله طبعا ايه حاجات الهيباتولوجي زي ايه برايمري بيلوسوروزس، البرايمري سكلوز كولونجايتس، او الكريستال الاوبستراكتيف جوندس بصفه عامه، والليفر سوروزس برضه بصفه عامه. ممكن العيان دول يجينا باتشنج ده الحاجات الهيباتولوجي بتاعتنا احنا. العيانين اللي هم ايه بعد كده الدايبيتس كونكلينر داي بيشنت كونكلينر دايزيز دايالس، العيانين بتوع الهيماتولوجي. الحاجات دول من الحاجات اللي بتجيب اتشن، يبقى لازم ايه زي ما قلنا نشوف مين اللي بيسألنا السؤال. يعني لو حد هيماتولوجي لا هبدأ له الحاجات الهيماتولوجي طبعا، لو حد رينا هقول له كونكلينر في الاول، حد هيباتولوجي ابدا له بالحاجات بتاعت الهيباتولوجي طبعا الاول، واحط الباقيين طبعا عشان يبقى عارف ان انا عارفاهم. طيب mention important point that should be covered in the present history عشان to in order to reach adequate provision diagnosis. يعني الهيستوري بتاعنا ده insufficient، ده عاطيني ايه complaint انا يعني ايه السؤال ده معناه بيقول لي analysis للcomplaint، او قول لي في البريزنت هيستوري المفروض هندور على ايه. العيان ده جاي ايه most common complaint بتاعه؟ الابدومين انلارجمنت والاتشنج، يبقى لازم اعملهم اساس كويس اسال على ايه فيهم. الابدومين انلارجمنت هنمسك مثلا الابدومين انلارجمنت الاونست والكوست والدوشن بتاعته من قد ايه، هل حصل له امبروفمنت من الميديكيشن، والميديكيشن دي بتاخد امتى، وديفيوز ولا لوكاليزد، الحاجات دي كلها لازم اسالها. ومعايا اي بادو سويلنج تاني زي اللي هو الليمب ايديما ولا لا، برضه مهم ان انا اسال على الحاجات دي. ده في عيان الابدومين انلارجمنت. بعد كده ايه طب الانلارجمنت ده لو هو ديفيوز ممكن يكون ليه كذا ايتم، بعد كده المفروض ادور على الحاجات التانية. تمام. طب والعيان ده كمان جنرالايزد ومعاه اتشنج، فكر في ايه؟ نسال اسباب الاتشنج، ولو زي ما قلنا حاله هيباتولوجي يبقى افكر اول اروح ناحيه الهيباتولوجي، حاجات الهيباتولوجي. ممكن العيان ده يكون ايه اسال حاجات الهيباتولوجي، هل في جوندس معاه، اشوف الكلون كار بتاع اليورين والبولد اليورين والستول دول مهمين برضه اسال عنهم، اسال لو في العيان ده في معاه بليدنج تندنسي، في معاه اوفر جي اي تي بليدنج او لور جي اي تي بليدنج، حاجات الايه الهيباتولوجي المهمه ايه اسالها. يبقى ايه اعمل اناليز الكومبلين بتاعتي، وبعد كده ايه ادور على بقيه السيستم. بس يبقى لازم يقول ايه البوينت المهمه، يبقى انا بدور على الحاجات اعمل اناليز للتو سيمتوم اللي معايا الاولين، وبعد كده ممكن اقول بقيه الكم ايه
بقيت الهيستوري. يبقى مهم اشوف اناليسز الاتشنج، اشوف الحاجات اللي مع الاتشنج، الحاجات اللي زي الجونديس واليورين والستوك كولر والبليدنج تندنسي، والحاجات اللي مع الدومينال الاينمنت زي ما قلنا، اشوف الاذى بليد سويلنج واس كامل ليها. لما جينا عملنا اكزامينشن للبيشنت ده، جينا اورنج يولو جوندس وفلابنج تريمو ولاج تندر ليفر باي ديبنج ميثود اند باي لاتر بوست شيفتنج دارمز، تمام. يبقى العيان في الفاين في الاكزامينشن فادنا كويس خالص. وات از مينت باي باي لاتر بوست شيفتنج دارمز؟ باي لاتر بوست شيفتنج دارمز دي من الحاجات الساين اللي احنا عارفينها ان دي معناها لما بنلاقيها، معنى العيان ده فيه ايه، لما بنقولها في الاكزامينشن بنطلع منها العيان ده فيه مودريت اماونت فري اسايتس مثلا. لو حط يبقى دي اللي انا الاجابه اللي عايزاها. لو قلت لك مثلا العيان ده لقيت فيه ترانسميت سيل، ده معناه فيه ايه؟ تنس اسايتس. لو قلت لك العيان ده بالبركشن لقيت فيه ديفيوز دارنس، ايه الحاجات اللي تعمل ديفيوز دارنس؟ ممكن يكون فيه ماس او ممكن يكون فيه ايه برضه تنس اسايتس، تمام. يبقى احنا ايه نبقى عارفين ايه السؤال الانتربريتيشن بتاعت الاسايتس. السؤال اللي بعده منشن ذا كوز اوف اللارج تندر ليفر، دي من الحاجات المهمه اللي نعرفها. اللارج تندر ليفر ممكن يكون انفكشن، اي انفكشن زي الاكوت فايرال هيباتايتس، البكتيريال هيباتايتس، او ممكن يكون مالجنسي. او ممكن يكون كونديشن زي كونجست هارت فيلر. دول تلات أسباب أو تلات أسباب ديركاش. في البيشن ده لو العيان ده طبعا الفاينل بتاعته ايه زي لما